المباراة. حمزة جبنون في تنفيذ التماس للاتحاد، حمزة جبنون في تنفيذ التماس، نبيل كوكي استوفى حقه في التغييرات، وسفيان الحدوسي يلعب رفيق كاب، ورقة رفيق كاب طبعا في انتظار تغييرات قادمة قد تأتي وقد لا تأتي. تمشي الكرة الغازي العيادي، غازي العيادي طويلة، البحث عن صابر خليفة في منطقة الجزاء، خليفة يسقط وضربة جزاء سليم بالخواص، ضربة جزاء سليم بالخواص، صابر خليفة الورقة الرابحة التي دفع بها نبيل الكوكي. صابر خليفة في ظهر المدافعين أخذ كرته بالرأس، الاحتكاك مع المدافع أمين عباس، ودون تردد يمنح ضربة الجزاء سليم بالخواص للنادي الإفريقي ولمهاجم الإفريقي في العملية الأخيرة. صابر خليفة وفي لعادته وفي لتقاليده وفي لمردوده ووفي لنجاعته يدخل منذ قليل بعد أن ابتعد عن التسجيل في أكثر من مناسبة، سجل وابتعد عن الميادين في أكثر من مناسبة، حتى أن البعض اتهمه بأنه ربما يدعي الإصابة، لكن يرد على الجميع صابر خليفة بهدف أول وبلقطة ضربة الجزاء، والتنفيذ سيكون بعد قليل. صابر خليفة الذي حمل شارة القيادة منذ دخوله، تنفيذ ضربة الجزاء سيكون بعد قليل في حوار بين الجزائري إبراهيم الشنيحي وحارس الاتحاد علي الجمل. هل يفعلها الجزائري أم تكون للجمل، يكون للجمل رأي آخر؟ ننتظر بين علي وإبراهيم لمن ستكون الكلمة في هذه الكرة الثابتة وفي ضربة الجزاء. إبراهيم الشنيحي والهدف الثاني للإفريقي، الشنيحي يضع الكرة في زاوية وعلي الجمل في زاوية أخرى، ثاني هدف المباراة. يتنفس السعداء نبيل الكوكي، والافريقي يقلب الطاولة على المنافس بعد أن كان متأخرا في النتيجة. هذه كرة إبراهيم الشنيحي أخذ على عاتقه التسجيل، يسجل الهدف الثاني للنادي الافريقي بضربة جزاء كان مصدرها صابر خليفة. بطبيعة الحال